بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أود في البداية أن أشكر فرق الأغلبية على طرح هذا السؤال الذي يهم إحدى الملفات الإصلاحية الكبرى التي لها انعكاسات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ومعقدة، ويتعلق الأمر بإصلاح نظام المقاصة الذي يشكل مثالا لمنظومة غير عادلة اجتماعيا ومكلفة ماليا ترهن المالية العمومية والخيارات التنموية والاجتماعية لبلادنا. أنه في الأصل هذا النظام المقصود منه هو التخفيف على الفئات الهشة فيما يخص أثمان المواد الضرورية، ولكن في النهاية لم يعد يقوم بهذا الدور بالشكل المطلوب وأصبح يمثل خطرا على ميزانية الدولة كما لا يخفى. ورغم أن الكل كان متفقا على ضرورة إصلاح هذا النظام بالنظر لما سبق، فإنه لم تتم مباشرته في الوقت المناسب عندما كان هذا النظام لا يكلف إلا بضعة ملايير من الدراهم في السنة، وبضعة يفيد في اللغة العربية أقل من 9، وكان مستوى عجز الميزانية العامة بل فائضها في بعض السنوات يسمح بذلك، كما أن أسعار المحروقات كانت في مستويات متدنية في السوق الدولي. وبطبيعة الحال وكغيره من الملفات الشائكة الأخرى المطروحة علينا اليوم، كان للتأخر في مباشرة هذا الإصلاح كلفة عالية جدا على الاقتصاد الوطني عموما وعلى المالية العمومية بالخصوص، وأمام المستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه مخصصات هذا النظام والارتفاع والتقلب الكبيرين لأسعار المواد المدعمة في السوق الدولية وخاصة المحروقات. كلكم تذكرون أن البترول نزل في وقت من الأوقات إلى 10 دولارات، وقبل شهور كان يصل إلى 120 دولار. واعتبارا لحرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستثمار المنتج وضبط التوازنات المالية، فقد تحملت مسؤوليتها وبادرت إلى إصلاح نظام المقاصة، والتزمت بالعمل على ألا تتضرر الفئات الاجتماعية الهشة كثيرا. ليس من الصحيح أن ندعي أنها لم تتضرر إطلاقا من هذا الإصلاح الذي لم يعد يقبل التأخير. وقبل التطرق إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص، سأذكركم بالسياق العام لإصلاح نظام المقاصة. سيد رئيس، لقد بلغت نفقات صندوق المقاصة برسم 2012 ما يناهز 57 مليار درهم، مما تسبب في تفاقم عجز الميزانية، يعني ما يناهز ربع مداخل الدولة اللي هي حوالي بين 210 و220 مليار درهم، مما تسبب في تفاقم عجز الميزانية ليبلغ 7.3% من الناتج الداخلي الخام. واضطررنا آنذاك من أجل تدارك هذا الوضع المقلق إلى الزيادة في أسعار المحروقات في يونيو 2012، وإلى وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار سنة 2013. وكنا أمام خيارين، إما أن تستمر الحكومة في تحمل ارتفاع وتقلبات السوق الدولية ودعم مواد لا تستفيد منها بالأساس الفئات الفقيرة، مع ما يستبع ذلك من تعميق عجز الميزانية ومستوى المديونية ورهن مستقبل المغرب وتعريض توازناته المالية الكبرى للخطر والإضرار بنموذجه التنموي التضامني وفقدان مصداقية بلادنا لدى الشركاء الاقتصاديين الأساسيين ولدى المستثمرين، خاصة وأنه كنا أمام وضعية يصعب معها توقع حدود تطور نفقات هذا النظام في ظل سوق دولية متقلبة. المعلوم أن كل دولار كان كيتزاد في البرميل ديال البترول كان يساويه على مستوى السنة 600 مليون درهم، بمعنى 10 ديال الدولار تساوي 6 ديال المليار ديال الدرهم زائدة، في بلد الميزانية دياله
لا تصل إلى 300 مليار درهم. أما أن وإما أن تتخذ الحكومة القرار الجريء القاضي بالبدء الفوري في إصلاح نظام المقصة رغم حساسية هذا الموضوع. وبالفعل فقد غلبت الحكومة المصلحة العليا للبلاد ووضعت في حسبانها ليس فقط الحفاظ وحماية القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، بل أكثر من ذلك، وهو السعي إلى أن تستفيد الفئات الهشة وبطريقة مستهدفة من هذا الإصلاح. لأنه من اللي جينا الحكومة كان إجماع في الوسط السياسي والحزبي والثقافي والاقتصادي على أن الإصلاح بنظام المقصة يسير في اتجاه تحرير الأسعار وفي نفس الوقت الاستهداف المباشر للناس اللي محتاجين. وكما تعلمون فقد برزت على المستوى الإجرائي إشكالية الطرق وآليات الاستهداف المباشر للفئات التي تستحق هذا الدعم، حيث تطرح صعوبات عملية وتحتاج بعض الوقت لضبطها. وأمام تفاقم وضعية هذا الصندوق ومعه مؤشرات المالية والمديونية العمومية واستعجالية بدء الإصلاح، لجأت الحكومة إلى الإصلاح التدريجي لنظام المقصة، حيث تمت كما تعلمون في مرحلة أولى الزيادة في أسعار المحروقات في يونيو 2012، ومواكبة هذا الإجراء بحماية المواطن من مخاطر ارتفاع سعر البترول ما فوق 120 دولار، بحيث في 2012 الأولى الإجراء اللي عملنا لو كان المقصة دات لنا 62 مليار ديال الدرهم. وقلنا على كل حال ما نخليوش 120 ديال الدولار، 120 ديال الدولار غتدخل الدولة. وحتى مع اتخاذ هذه الإجراءات فإننا فقط صندوق المقصة بقيت سنة 2013 في حدود 46 مليار درهم، وهو مبلغ مرتفع جدا مقارنة مع القدرات المالية العمومية. وللمقارنة فإن مثل هذا المبلغ تقريبا هو الذي يخصص لقطاع حيوي كقطاع التربية والتكوين، باش نبداو ندعموا ليسانس والمازوت والفيول وما جاورهما، ولينا كنعطيو للتعليم قد اللي كنعطيو المقصة. لذلك تم اعتماد نظام المقايسة ابتداء من منتصف شهر شتنبر 2013 من أجل التحكم في نفقات دعم بعض المواد النفطية في حدود الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية العامة، لتفادي تفاقم العجز المالي والتحكم في المديونية. لأنه الأموال منين غادي نجيبوها؟ إذا ما كانتش عندنا رحنا غنتسلفوها، القضية بيننا. ومواصلة الدعم للقدرة الشرائية للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات، وهو ما سيكون المحور الثاني من الجواب. سيد الرئيس، إن الحكومة ومنذ توليها المسؤولية بداية 2012 حرصت على عدم الإضرار بالقدرة الشرائية قدر المستطاع للمواطن المغربي بصفة عامة، كما أنها اتخذت إجراءات عملية تستهدف تحسين دخل الفئات الهشة وتحسين معيشة اليومي، وسأستعرض فيما يلي بعض أهم هذه التدابير. لأنه من اللي كان نتكلموا على القدرة الشرائية ديال المواطنين، راه كل ما تفعله الحكومة في جميع المجالات وبالنسبة لجميع القطاعات، من اللي كتزيد في الأجور ولا من اللي كتقوم بالدعم ديال التلاميذ ديال تيسير ولا أي شيء، كل هذا يساهم في الرفع من القدرة الشرائية. فبالموازاة مع جهودها للحفاظ على مستوى الأسعار رغم الظرفية الصعبة، بذلت الحكومة مجهودا كبيرا للزيادة في دخل الأسر، وذلك من خلال ما يلي: مواصلة تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي من خلال رصد أكثر من 50 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014، لأن الحوار الاجتماعي اللي كان 26 أبريل 2011 ترتبت عنه التزامات من طرف الحكومة. كلفتنا هذه الالتزامات في هذه الثلاث سنوات 50 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات العامة والقطاعية المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011. وبرغم سنة 2015 وفي نفس الإطار تم تخصيص ما يناهز 7.5 مليار درهم لعمليات الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة للموظفين. هذه راه الموظفين كيعرفوها وملي كيتلقاونا تيقولنا الله يجزيكم بخير. في الرتبة والدرجة بالنسبة للموظف، منها 3.5 مليار درهم برسم العمليات الخاصة بسنة 2015 و4 ملايير درهم لتسوية المتأخرات برسم السنوات السابقة. الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% كما تذكرون، من 5% ابتداء من فاتح يوليوز 2014 و5% انطلاقا من فاتح يوليوز 2015. ولكن هذا الشيء هذا النقابة يعني فرحوا به، فقد كان صعبا أن يتقبله يعني رجال الأعمال باعتبار الخوف على تنافسية البلد.
الزيادة في الأجر الأدنى في قطاع الوظيفة العمومية ليصل إلى 3000 درهم كأجر شهري صافي كما وعدنا بذلك، فقد مكننا الله سبحانه وتعالى من الوفاء بهذا الوعد. لا يبقى في الوظيفة العمومية شخص عنده أجر أقل من 3000 درهم. الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين RCIR ليبلغ 1000 درهم شهريا، وقد استفاد من هذا الإجراء أزيد من 10500 متقاعد، وهذا لم يطلبه منا لا نقابي ولا مناضل ولا يميني ولا يساري. تواصل الدولة تحمل كامل الدعم الموجه لغاز البيطان، إذ تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كيلوغرام كاملة غير منقوصة. واللي بغى يعاود يمشي يعبر يمشي يعبر، والكذوب ما غيمشيش بعيد، أكثر من 207% من ثمن بيعه. إذ أن عن كل قنينة غاز من فئة 12 كيلوغرام أكثر من 207% من ثمن بيعه أي 83 درهم. وقد كلف هذا الإجراء 13.7 مليار درهم برسم سنة 2013. تدعم الحكومة الدقيق الوطني من القمح اللين بجوج مليار درهم سنويا، كما دعمت الحكومة استيراد القمح اللين سنة 2014 ب 400 مليون درهم. وتم تخفيض الرسوم الجمركية على دقيق السميد من 80% سنة 2011 إلى 2.5 سنة 2014، مما يمثل دعما ماليا يساوي 460 مليون درهم سنويا. وإذا كان قد زيد في ثمن هذه المادة مؤخرا فبسبب تغير ثمن القمح الصلب على المستوى الدولي. وخصصت مبلغا سنويا يناهز 4.8 مليار درهم لدعم قطاع الكهرباء للحفاظ على الخدمة الكهربائية بالمنازل كما قلنا، وبسبب ذلك وقعنا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء البرنامج الإطار، وما زلنا نقوله رغم بعض العمليات التشويشية. كما تم دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة، لأنه من الجينة كان نديروا هذا الشيء ديال الرفع من المحروقات، قلنا ولكن المواطن العادي اللي كيركب في الطوبيس وكيركب في الطاكسي كيفاش غنديروا معاه؟ قلنا غادي نخصوا واحد المساعدة لهاد الناس اللي كيقوموا بالنقل العمومي، ماشي كلها وصلت لهم بسبب مشاكل، وحنا احتفظنا لهم بداك الشيء، داك اللي رصدنا لهم خليناه. كما تم دعم تجديد حظيرة سيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة، حيث تم منح 80,000 درهم للفرد كدعم لتجديد سيارة الأجرة من الصنف الأول، وقد تم تحويل مبلغ 100 مليون درهم تخصص لهذا الغرض برسم سنة 2014. أما بخصوص المواد النفطية السائلة فإن نظام المقايسة الجاري به العمل يتيح كذلك إمكانية استفادة المواطن في حال تراجع الأسعار في السوق الدولية، وهذا ما تبين من الانخفاضات الأخيرة، حيث انتقل سعر البنزين يعني ليسانس من 13.68 درهم إلى 11.97 درهم للتر بين يوليوز ونوفمبر 2014. إلا كنتيو بطبيعة الحال كتردوا البال اش كتخلصوا ملي كتمشيو لأنه حنا ماشي حكومة كتقول غنزيدوا إلا تزادوا نقصوا إلا نقصوا ولا تنقص كنسكتوا، لا كنقول للناس في المالية لا تزاد سنتيم زيدوه لا نقص سنتيم نقصوه والسلام. لقد شكلت كثيف المجهودات لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة عبر استهداف الفئات ذات الدخل المحدود هدفا رئيسيا للحكومة، وذلك من خلال إنشاء صندوق التماسك الاجتماعي واقتراح آليات لتقوية وضمان موارد قارة لفائدته. وبصفة عامة فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها ما يلي: تفعيل صندوق التكافل العائلي بغلاف مالي يقدر ب 160 مليون درهم، وهذا كان اعترفوا أنه خاد 16 مليار درناها باش ياخذوا النساء المطلقات اللي ما قدروش يحصلوا على النفقة من الأزواج ديالهم، ما نجحش وما قدرناش نوصلوا لهاد النساء نظرا للتعقيدات ديال المسطرة باش كيوصلوا لهاد النتيجة. يالله استعملنا منه حوالي العشر كيظهر لي 1.6 مليار مليون. تعميم نظام المساعدة الطبية، هذا راه نهار كبير بالنسبة للمغاربة يعاود يعرفوا هاد الشيء. سبعة حيث اليوم يشمل 7.28 مليون مستفيد، أي 2.69 مليون أسرة إلى نهاية غشت 2014، مقابل 227,727 مستفيد اللي جينا،
أي 68,297 أسرة في نهاية 2011. توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تيسير حيث وصل إلى 784,000 تلميذ من 466,000 ينتمون ل 466,000 أسرة برسم السنة الموسم الدراسي 2013-2014، ويتوقع أن يصل هذا العدد خلال الموسم الحالي إلى حوالي 812,000 تلميذ برسم 494,000 أسرة. هادو الدراري اللي كيقراو في المناطق الفقيرة كنعطيهم واحد المساعدة ديال 80 درهم و120 درهم على حساب المستويات ديالهم باش تنحافظوا عليهم في المدرسة، وهذا باقي بغينا ننميه إن شاء الله. توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج مليون محفظة ليبلغ 3.9 مليون تلميذ وتلميذة بغلاف مالي يقدر ب 360 مليون درهم. الزيادة في قيمة وعدد المناح التي لم تتم مراجعتها منذ أزيد من 3 عقود بالرفع من عدد الطلبة الممنوحين بنسبة 80% ما بين الموسمين الجامعيين 2010-2011 و2014-2015 ليفوق عدد المستفيدين حاليا 270,000 طالب مقابل 150,000 في الموسم الجامعي 2010-2011. كل هذا يذهب للطبقات الفقيرة والمحتاجة. رفع الميزانية المرصودة للمنح الجامعية من 520 مليون درهم في الموسم الجامعي 2010-2011 إلى 1,320 مليون درهم برسم الموسم الجامعي الحالي، أي بزيادة تفوق 150%. تحسين ولوج الساكنة للدواء من خلال مضاعفة الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية والمنتجات الصيدلانية والتي انتقلت من 675 مليون درهم سنة 2011 إلى 1.6 مليار درهم سنة 2012 ثم إلى 2.4 مليار درهم سنة 2013. خفض سعر 320 دواء سنة 2013 و 1250 دواء سنة 2014، وكلكم تعرفون هذه القصة التي قام بها الوزير الشجاع كما لا يخفى عليكم. المصادقة على المرسوم المتعلق بتقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى بمبلغ 350 درهم عن كل طفل يتيم، والذين يتابعون الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال اليتامى البالغين سن التمدرس في حدود 1050 درهم عن كل شهر للأسرة الواحدة. إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وذلك بمضاعفة المساهمة المالية المحددة لانطلاق هذا المشروع والتي التزمت بها في إطار الحوار الاجتماعي من 250 مليون درهم إلى 500 مليون درهم. وعلى صعيد آخر تم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 17 مليار درهم للمرحلة الثانية 2011-2015 من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي رعاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. السيد الرئيس، إن الغاية من إصلاح نظام المقصة هو تمكين المستهدفين الحقيقيين من الأسر الهشة والمعوزة من الدعم من جهة، وضبط التوازنات الكبرى للمالية العمومية والاقتصاد الوطني بما يمكن من تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية ووضعه على المسار الصحيح للإقلاع وخلق الثروة وفرص الشغل التي تصب في الأخير في صالح مختلف فئات المجتمع المغربي. راه مزيان الإنسان يعطي، ولكن أولا يجب إنقاذ المركب حتى لا يغرق في توازنات المالية ويولي الإنسان إلا مشى يتسلف ما يلقى اللي يسلفه، ولا بغى يتسلف يتسلف بثمن غالي وغادي نوليو في وضعية مالية لا نحسد عليها. وهذا الشيء يجربه الإنسان غير في راسه هو ملي ما تيبقاش يقدر يؤدي داك الشيء اللي عليه بالإمكانيات ديالو. إن الحكومة ستواصل بالتزامن مع تقدم إصلاح المقاصة البحث عن أفضل السبل الاستثمار نتيجة الإصلاح بما يمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً.